وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة. وقل لي: اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني. آمين رب العالمين. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي وعلى والدي بفكاك رقابنا من النار فيمن تمن عليه، وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة تقر بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي وأن أكف بها عن جميع محارمك، حتى لا يكون شيئا آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحبب والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية وما أنعمت به علي. وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعدائك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا،
اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيت محمد الطيبين الطاهرين. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية. يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.